أهلا بكم إلى الساعة الأخيرة، معكم أنا زاهر عمري. مستشار الأمن القومي جون بولتون يربط الانسحاب الأمريكي من سوريا بحماية أنقرة للأكراد، فكيف ستتعامل تركيا مع الشروط الأمريكية الجديدة؟ الشرطة السودانية تفرق مسيرة لمحتجين نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، ومدن مدني وعطبرة تحتج مطالبة بتنحي البشير، فهل عاد الزخم لاحتجاجات السودان؟ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث يلتقي بمسؤولين حوثيين قبل التوجه إلى الرياض للقاء وفد الحكومة اليمنية، فهل سينجح في مهمته؟ ونختتم من بريطانيا، تريزا مي تؤكد أن التصويت في البرلمان على اتفاق بريكزيت سيجري في موعده وتحذر من سيناريو اللا اتفاق، فكونوا معنا. أضافت الولايات المتحدة اليوم شرطا جديدا لانسحابها من سوريا الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في 19 من ديسمبر كانون الأول الماضي. وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يقوم بزيارة إلى إسرائيل وتركيا إن على أنقرة أن توافق على حماية الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة. وردت تركيا على الشرط الأمريكي قائلة على لسان المتحدث باسم الرئيس التركي إن تركيا لا تستهدف الأكراد. وأضاف إبراهيم كالن أن تركيا تحارب مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني. وكان ترامب قد فاجأ حلفائه بإعلان الانسحاب من سوريا، لكنه عاد وأكد أن الانسحاب الأمريكي سيكون بطيئا وعلى مدى فترة من الزمن. اختار ثعلب السياسة الأمريكية جون بولتون من إسرائيل أن يحسم القيل والقال بشأن الانسحاب الأمريكي من سوريا. من هنا حدد المرحلة المقبلة وطبيعتها، ومن القدس تحديدا قال المستشار الرئاسي بوضوح لا تحرك تركي من دون التنسيق مع أمريكا. وقال أيضا إن الانسحاب لن يحدث دون اتفاق لحماية الأكراد. أما الدور الإيراني في سوريا فلا ضرورة للحديث عنه من رجل لطالما وصف هذا الدور بأنه خبيث. ما قاله بولتون حتى في مناطق الأكراد بردا وسلاما، بات مسلما هنا أن التوافق بين أنقرة وواشنطن لانتشار الجيش التركي بدل القوات الأمريكية لا يعني تخليا عنهم، والأهم بالنسبة لهم أن لا جدول زمني للانسحاب قبل ترتيب الأوضاع. وعلى الرغم من ذلك قد تكون المرحلة هذه هي الأكثر غموضا، تختصر منبج هذا الغموض هنا يحضر عندها وعلى مشارفها أغلب القوى الإقليمية والدولية والسورية المتصارعة، وهنا الساحة تبدو جيدة لاختبار خلط الأوراق. هذا وحده الموقف التركي لا يزال غامضا على الرغم من الاستنفار العسكري، غموض ينتظر وصول بولتون إلى أنقرة ولقاء آخر مرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وغموض يعززه نفي تركيا لاتهامات أمريكية باستهداف الأكراد. هكذا قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، معتبرا أن هذا الادعاء غير منطقي وحاصرا جهود بلاده في محاربة داعش. لكن اللعبة السياسية والعسكرية في سوريا لا تكتمل فصولا من دون روسيا. هنا بوتين يلعب الهوكي وفي سوريا على التناقضات، لكنها تناقضات باتت تحرجه اليوم بين الحليف الإيراني والحليف السوري والحليف التركي والنفوذ الأمريكي، تناقضات ستفرض على لاعب الهوكي أن يوفق بينها كلها في أرض باتت ملعبا للجميع.
وينضم إلينا من إسطنبول الدكتور برهان كوروغلو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون، وكذلك من واشنطن عبر خدمة سكايب الدكتور حسن منيمنة الباحث السياسي. أبدأ معك دكتور حسن، يعني قال ترامب أنه سينسحب من سوريا بسرعة ثم عاد وتراجع عن قراره، لأي درجة يعكس هذا التخبط في البيت الأبيض حجم الضغوط التي تمارس على ترامب سواء من داخل إدارته أو من خارجها؟ لا شك بأن هناك ضغوط، ولكنه ما يعكس هو عدم الالتفات الكافي من جانب ترامب للمسألة السورية. لو كان هناك تركيز على هذه المسألة لكان هناك رؤية. ليس هناك رؤية، إنما هناك خطوات يتخذها الرئيس لاعتبارات داخلية انتخابية شخصية، ثم يسعى فريق العمل لتطويقها. هو لم يقل فقط يريد الانسحاب السريع، بل قال لأردوغان، ربما أحرج الرئيس التركي بذلك، بأنها لك افعل بها ما شئت. ثم عاد فريق العمل التابع له في مسعى للمحافظة على الارتباطات الميدانية والتي لا ترتقي إلى مستوى الشراكة أو التحالف، ولكنها ذات قيمة على أي حال، ووصولا إلى تأخير هذا الانسحاب السريع، وصولا إلى إعادة تعريف المعايير التي على أساسها يتم هذا الانسحاب إلى ما هنالك. ولكن الخلاف الحقيقي، وليس خلافا بمعنى الصدام ولكن اختلاف، الاختلاف الحقيقي هو بين قرار ترامب غير المعني بالشأن السوري وتوجهات فريق العمل التابع لترامب التي تريد دور للولايات المتحدة في سوريا وتريد رؤية معينة أن تنفذ، خاصة فيما يتعلق بإيران. نعم، دعني أنتقل بالسؤال للدكتور برهان كوروغلو من إسطنبول، لأي درجة يبدو هذا الشرط الأمريكي بالنسبة لأنقرة شرطا تعجيزيا، لا سيما وأن أنقرة لم تخفي سعادتها بقرار ترامب عندما تم الإعلان عنه في الشهر الماضي؟ طبعا لما ترامب أعلن للانسحاب تركيا يعني تعامل مع الموضوع بحذر، لأنه سبق أن وعد الطرف الأمريكي عدة مرات لتركيا لعدم دعم بيد، ولكن لم يلبي بذلك، وكذلك وعدوا كذلك عن الانسحاب مرات، يعني وضعنا حتى وضعوا تقويم زمني، كذلك لم تلتزم بذلك. الآن هذا ليس غريب، هذه التحبطات، هذه يعني اختلافات داخل البيت الأمريكي يعني ليس غريب على تركيا، ولكن تركيا تتعامل مع الموضوع بمبدئية، ألا وهو تركيا تفصل بين الأكراد الذين هم طبعا عنصر أساسي من هذه المنطقة بما فيها تركيا وسوريا والعراق وحتى إيران. هؤلاء كلهم مواطنون لهم كل الحقوق، لازم يجب أن يكون تركيا تدافع عن ذلك، ولكن يفصل بينها وبين المنظمات الإرهابية بما فيها PKK YPG وبما فيها كذلك داعش أو يعني فتح، كل هذه منظمات إرهابية لا يمكن أن يتعامل أي دولة عنده سيادة يتعامل مع هذه المنظمات على أساس أنها يعني بشكل كأنهم مواطنون، كأنهم يعني شرفاء. موضوع واضح جدا، وما قام به PKK YPG في شمال سوريا واضحة، هم جردوا كثير من المناطق من سكانها، هجروهم وقتلوا الناس، وكذلك هاجموا على أراضي تركيا وقتلوا يعني مدنيين، منهم الأكراد منهم غير الأكراد. لذلك تركيا منذ بداية الأزمة تتعامل بنفس المبدأ ولم تغير مبدأها، نفصل بين الأكراد والمنظمات الإرهابية، بين العرب والمنظمات الإرهابية، ونتعامل بهذا الشكل. طيب ابقى معي دكتور برهان وأيضا دكتور حسن من واشنطن. نعم. لكن دعونا نستمع لما قاله جون بولتون الذي التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال في المؤتمر الصحفي الذي جمعهما إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن من شارك والولايات المتحدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، لنستمع. هناك مشكل الصراع في سوريا على الحدود، سنناقش قرار رئيس ترامب بالانسحاب من شمال شرقي سوريا. يجب أن يتم الانسحاب بطريقة تضمن هزيمة تنظيم الدولة وأن يكون غير قادر على إحياء نفسه مجددا. نريد كذلك أن نتأكد من أن أمن إسرائيل وباقي أصدقائنا الآخرين في المنطقة مضمون تماما،
والأهم أن نعتني بأولئك الذين قاتلوا معنا ضد تنظيم الدولة وباقي الجماعات الإرهابية. إذن استمعنا لجون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي في زيارة له لتل أبيب. أعود لضيفي للدكتور حسن منمنة من واشنطن. يعني دكتور، الكثيرون يعتقدون أن قرار ترامب بالانسحاب جاء بدون خطة بعيدة المدى، هناك فراغ ستتركه هذه القوات الأمريكية في سوريا، من المتوقع أن تملأه يعني القوات الروسية والإيرانية المتحالفتان مع النظام، وكذلك ربما القوات التركية التي ترى في الأكراد يعني عدوا لها. لأي درجة يعكس هذا القرار انسحاب واشنطن من بقائها كلاعب مؤثر على الساحة السورية؟ هي تبقى لاعبا مؤثرا سواء بقيت في الشمال الشرقي السوري أم لا. هي قادرة في نهاية المطاف لو تحقق، كيف ستبقى إذا انسحبت قواتها؟ لأنها سوف تكون في العراق مثلا كقوة ضاربة، هي تبقى في العراق كقوة مؤثرة. هي قادرة، وإن لم تكن قادرة على فرض حل في سوريا، هي دوما قادرة على عرقلة أي حل لا يأخذ بعين الاعتبار ما تراه صائبا من مصالحها ومصالح شركائها وحلفائها. ولكن المسألة هنا هي أن هذا كله مشروط بأن يكون للولايات المتحدة رؤية فيما يتعلق بسوريا، وهذا غير متوفر. نعم، من المفيد أن يتحدث بولتون عن ضرورة الوفاء لمن شارك القتال، ولكن ما لم يصدر هذا الكلام عن ترامب، وهو لم يصدر عن ترامب، فإنه حقيقة لا معنى له. لأن بولتون وجميع فريق العمل سواء بومبيو، ماتس المستقيل، جيفري إلى ما هنالك، كلهم يفعلون وفق رغبة رهن إشارة الرئيس. هذا هو النظام في الولايات المتحدة. وبما أن الرئيس مستعد لأن يفرط في العلاقات سواء منها مع المتعاقدين كما وحدات حماية الشعب تحت مسمى قوات سوريا الديمقراطية أو حتى الحلفاء كما أنقرة، فإنه لا جدوى من كلام الحقيقة من هم من فريق عمله بهذا الشأن. لا نستطيع أن نعتبر ذلك بأن هذا موقف أمريكي، هو موقف من المؤسسة الأمريكية التي تسعى إلى تلطيف القرار الاعتباطي حقيقة الارتجالي من الرئيس الأمريكي، وهذه القرارات الارتجالية حقيقة سوف تتكرر. لا نستطيع أن نطمئن إلى أنها لن تحدث، هي حدثت على مدى عامين وسوف تتكرر. المسألة هنا، ولكن على الولايات المتحدة أن تفصل فيما يتعلق بمن هم هؤلاء على الأرض. هل هم الأكراد كما شاء بولتون اليوم أن يصفهم، أم هل هم كما كرروا جميعا؟ لا، هي قوات سوريا الديمقراطية والغالبية فيها هي عربية. نعم. إلى ما هنا المسألة هي الولايات المتحدة بحاجة إلى وضوح، ولكن أكثر من الوضوح بحاجة إلى رؤية. نعم، دعني أنتقل بالسؤال للدكتور برهان. أليس من الأجدى اليوم في ظل هذه المتغيرات، بدلا من أن يعني تلوح أنقرة بالعصا في وجه الأكراد، من أن تجد حلا ربما سلميا مع قوات حماية وحدات الشعب الكردي أو غيرها من القوات الموجودة على الأرض، لا سيما وأنها يعني هذه القوات لوحت بإمكانية تحالفها مع النظام السوري، بالتالي ستنتقل المواجهة في شرق الفرات إن تم هذا الاتفاق من مواجهة بين الأكراد والأتراك لمواجهة بين الأتراك والنظام السوري، وهو ما حاولت أنقرة تجنبه خلال السنوات القليلة الماضية. يعني أولا طبعا تركيا أعتقد الدولة الأكثر تمسكا بالحل السلمي في سوريا، لأنها تركيا أكثر دولة تضررا من سبب الحروب الدامية التي تسير في داخل سوريا وعلى حدود تركيا. لذلك تركيا من خلال محاولات الأخيرة، عملية درع الفرات، بعدها عملية أفرين، بعدها دائما يعني ساعد لرجوع السوريين إلى مدنهم بشكل آمن، ويعني استطاعت أن تضمن السلام في هذه المناطق إلى أن تقريبا يعني 400. لكن سؤالي، هل الحل السلمي باتفاق ما بين الأكراد والأتراك أمر وارد، أم أن تركيا ستعيد سيناريو درع الفرات وغصن الزيتون؟ يعني أنا أكرر كلامي، نحن نفصل بين الأكراد والبيادة مثل ما نفصل بين العرب وداعش. يعني موضوع واضح، تركيا ستحارب داعش
ستحارب PYD ولكن ستدعم الأكراد والعرب والتركمان في هذه المنطقة. نفصل بين يعني عناصر الإرهابية المسلحة وبين الناس المواطنين أو وطنيون الذين يحبون أن يدافعوا عن بلدهم. لذلك لا يمكن أن يكون حل بين تركيا وبين PYD، ولكن إذا PYD طبعا ترك أسلحتها ورجعت إلى مناطقها وتترك المناطق التي احتلها مثل لا. هذه المناطق مثل منبج، كم عدد الأكراد فيها؟ كم عدد وهم كمان لا يمثلون الأكراد. لذلك نحن نريد كل العناصر المسلحة يتجردون عن أسلحتهم، مثل ما اتفق تركيا مع روسيا كذلك فيما يتعلق بأسطنة، نريد كذلك هذه العناصر المسلحة تتجرد من أسلحتها ويكون مجال السلام مفتوح خلال هذه المبادرة. شكرا جزيلا. هذا هو الموقف. دكتور برهان كور أوغلو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون، والشكر موصول أيضا للدكتور حسن نيمة الباحث السياسي، كنت معنا من واشنطن. يواصل السودانيون للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجاتهم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر حسن البشير عن السلطة، وتجمع الآلاف في عدة نقاط بالعاصمة الخرطوم قبل أن يتوجهوا في مسيرة إلى القصر الرئاسي استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين. وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على شبكة الإنترنت الشرطة السودانية وهي تفرق المحتجين باستخدام الغازات المسيلة للدموع، كما خرج متظاهرون في مدينتي ود مدني وعطبرة للمطالبة بتنحي البشير. من جانب آخر، أقال الرئيس السوداني وزير الصحة على خلفية ارتفاع أسعار الأدوية. لا طريق توصل إلى القصر الرئاسي في الخرطوم، فقوات الأمن السودانية حالت بين المتظاهرين وبين تسليم مذكرة مطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، فيما الاحتجاجات قاربت إنهاء أسبوعها الثالث دون أن تحمل معها تغييرا جوهريا ينشده المحتجون والقوى السياسية والمهنية، وهو ما ينعكس في تصريحات للبشير أعلن فيها عزمه خوض الانتخابات المقبلة. اللي عايز نحن نسيب له الحكم في انتخابات 2020 يجهز نفسه كل هذه المجموعة ويجي 2020 ونحن الانتخابات ما بتدير الحكومة، بتديرها مفوضية مستقلة. مشروط عضوية المفوضية دي أن الواحد ما يكون عنده أي لون سياسي. مظاهرات اليوم المتجددة شملت مدينتي عطبرة ومدني إلى جانب العاصمة الخرطوم، وتجاوب ثابت تظهره السلطات، غاز مسيل للدموع واعتداء على المتظاهرين وعشرات من المعتقلين واستمرار التضييق على الإعلام العربي والدولي. بينما كان أقصى ما قدمه النظام الحاكم من تنازل إقالة وزير الصحة محمد أبو زيد مصطفى. وفيما يترقب السودانيون كلمة للبشير الأربعاء المقبل متزامنة مع الإعلان عن مسيرات تأييد له في الساحة الخضراء، تفتح المدارس أبوابها الثلاثاء في استئناف للموسم التعليمي الذي كان توقف بعد أيام قلائل على اندلاع الاحتجاجات. احتجاجات هي الأطول منذ وصول البشير إلى رأس السلطة قبل نحو 30 عاما، وإن كان الغلاء وتراجع وضع الخدمات وغياب الحريات وغيرها دفع بالسودانيين إلى الشوارع، فإن ما قد يدفعهم للعودة إلى منازلهم لم يحدث بعد. وينضم إلينا في الاستوديو عباس حسن أحمد، أمين أمانة الإعلام بالجبهة الوطنية العريضة وعضو تجمع المهنيين السودانيين. وينضم إلينا من الخرطوم عبر الهاتف كذلك الدكتور عبد داود وزير الصناعة السابق والقيادي في حزب المؤتمر. أبدأ معك أستاذ عباس، يعني هذه الاحتجاجات التي شهدت زخما في البداية ثم عادت وخبت جذوتها تعود اليوم إلى الواجهة برقعة اتساع ربما أكبر، لكن حتى الآن لا تعلم ربما المعارضة على الأقل مما يرشح مما نراه ما هي الخطوة التالية، لم تستطع حتى الوصول للقصر الرئاسي لتسليم مجرد رسالة. طبعا السلام عليكم. أهلا بك. التحية للشعب السوداني البطل الذي يواجه الآن الرصاص برؤوس مكشوفة وصدور عارية. حقيقة هي مسألة ما ورد في بيان المهنيين أنه مسألة تسليم مذكرة، هذه مسألة تمويه، يعني
يعني ليس الغرض هو الوصول إلى القصر الرئاسي لتسليم مذكرة للمطالبة البشير بالترحيم. الغرض هو ليس مطالبة البشير بالترحيم، ولكن الغرض هو إزالة نظام الحركة الإسلامية الحاكم في السودان. والخطوة القادمة هي استمرار الثورة في الشارع السوداني إلى أن يتحقق هذا الهدف. نعم، دعني أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف من الخرطوم، وزير الصناعة السابق والقيادي في حزب المؤتمر عبد داود. يعني هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل امتصاص الغضب الشعبي تبدو غير كافية، يعني تغيير وزير هنا وإعادة فتح المدارس من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها والإيحاء بذلك لم يثني عزم الشارع عن الاستمرار في التظاهرات. شكرا جزيلا لك والتحية للمشاهد الكريم ولضيفك الذي أهلا بك. أريد أن أقول أولا ما تم من إجراءات أو ما أسلفت من قضايا تم التعامل معها باعتبار أنها لتمتص غضب الشارع لا علاقة له البتة بما تم من إجراءات. فيما يتعلق بإقالة وزير الصحة، تم إقالته على خلفية أداء تنفيذي وأداء إداري ليس له علاقة من قريب أو بعيد بما نشأ من احتياجات الأيام الماضية. فيما يتعلق بإعادة فتح المدارس، تم إغلاق المدارس للمحافظة على أرواح التلاميذ والطلاب من الاحتياجات ومن المتظاهرين أنفسهم، لأن النموذج الذي رأيناه من التظاهر وليس تظاهر سلمي، وإنما هو عملية التخريب واعتداء على ممتلكات عامة ومصارف. دعني أقاطعك، يعني سيد عبدو حسن، ما رأيناه في هذه المقاطع التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي مظاهرات سلمية، لكن ما تقوله أن البشير الرئيس السوداني يدير ظهره لجميع هذه المطالبات بإجراء خطوات ليس لها علاقة بالمطالب كما قلت بإقالة الوزير. دعني يا سيد أنا أشرح لك. الوزير الذي تم إقالته من حزب آخر ليس حزب المؤتمر الوطني أولا. أما فيما يتعلق بفتح المدارس، تم فتح المدارس في ولاية الخرطوم، وهذا قرار خاص بولاية الخرطوم ليس له علاقة بالاحتياجات والحكومة القومية إذا كانها ولاية يتحدثون عن البشير. هذه واحدة. فيما يتعلق بهذه القضية، هي قضية الأزمة الاقتصادية، نحن نعترف بها ولا ننكرها، وحلولها حلول اقتصادية وحلولها حلول بتوفير موارد للمعالجة الثلاثة قضايا ناشئة الآن. نحن نعترف بها، قضية توفير الدقيق وقضية المحروقات وقضية النقود. فيما يتعلق بهذه القضايا وإلباسها أسواق سياسية وامتطاعها للوصول إلى أهداف سياسية، سوف لن يلقي نفعا للمعارضة أو للأحزاب السياسية. نعم، ابقى معي، سأنتقل بالسؤال لضيفي هنا في الاستوديو، سأعود إليك، يعني لضيفي الأستاذ عباس. هل تكفي إقالة وزراء من أجل تخفيف حدة الأزمة؟ هل المشكلة سياسية أم اقتصادية كما تفضل الدكتور عبدو؟ طبعا لا، هذا من قبيل ذر الرماد على العيون. هذه إجراءات لن تؤدي إلى شيء، ونحن في الجبهة الوطنية العريضة نرجح ونرى أن أسباب إقالة الوزير لها صلة مباشرة بما يجري في الشارع السوداني، أو أرجح على خلفية الإضرابات والحراك القوي جدا من نقابات الأطباء. أعتقد على هذه الخلفية تم إقالة وزير الصحة، ولن مهما حصل من تعديل لن يجدي نفعا. الشارع سيواصل ثورته إلى أن يقيل نظام الحركة الإسلامية الحاكم في السودان. ونحن في الجبهة الوطنية العريضة قد قمنا بتسجيل كل الانتهاكات من أول يوم إلى الآن. الانتهاكات الآن تنتهك في الشارع السوداني. قد قمنا برفع كل الفيديوهات إلى الخبير المستقل في جنيف وإلى كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. ونحن الآن الحدث الأبرز والأهم اليوم أنه تم اعتقال عدد كبير جدا من أساتذة جامعة الخرطوم، وتم حجز أكثر من 100 أستاذ في مقر أو في دار أساتذة جامعة الخرطوم الذين كانوا ينوون قيادة المسيرة اليوم. هذا حدث مهم جدا. أيضا نحن قمنا بالتوقيع على ميثاق الحرية والتغيير في الجبهة الوطنية العريضة، قمنا وانضمينا الآن إلى القوى السياسية، والهدف الأول هو إسقاط النظام وإزالة النظام بأكمله وليس إزالة البشير فقط.
إزالة النظام بأكمله واستعادة الدولة المسروقة واستعادة الدولة الديمقراطية المدنية التي تكون فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة وليس على أي أساس آخر. نعم، دعني أنتقل بالسؤال لعبد داود وزير الصناعة السابق في الخرطوم. سمعت ما قاله ضيفي وسمعنا الهتافات في التظاهرات التي تطالب بإقالة البشير، أليس من الأجدى ربما التضحية برئيس الدولة من أجل حفظ النظام الحكومي وبالتالي يعني حفظ البلاد من سيناريوهات قد لا تكون يعني عقباها محمودة إن صح التعبير؟ أريد أن أعلق على ما قاله ضيفك الكريم. أولا أكرر للمرة الثانية، إقالة الوزير الذي تم ليلة أمس لا علاقة له من قريب أو بعيد بأي تظاهرات أو احتياجات، ولم يتظاهر من الأطباء إلا عدد قليل جدا تحسهم على أصابع اليد الواحدة. هذه متعلقة بأداء تنفيذي كما ذكرت، تم إقالة الوزير ووكيل الوزارة، وهذه قضية طويلة ومعروفة لكل الذين تابعون الشأن السوداني. فيما يتعلق، دعني أكمل، فيما يتعلق بتغيير النظام، من حق القوى المعارضة أن تطالب بذلك، ولكن وفق الوسائل السلمية هذا الرئيس الذي يتحدث عنه وهذا النظام الذي يتحدث عنه ضيفك الكريم جاء بانتخابات وبتفويض في العام 2015. بيننا وبين التفويض القادم أقل من عام أو عام تقريبا، في العام 2020 العام القادم هناك انتخابات نزيهة وانتخابات أخرى يمكن لهم أن ينزلوا فيها لهذه الانتخابات ويشاركوا فيها، ويمكن الانتقال للسلطة سلميا والانتقال للسلطة بشكل تلقائي. وهذه الانتخابات مراقبة من جهات دولية التي تحدث عنها هذه الخبير المستقل هو الإنسان والغير من هذه الجهات. أما إلباس هذه الاحتياجات أي صوت سياسي سوف لم ولن يجدي. هذه الاحتياجات ليست في وتيرة متسارعة أو متزايدة، هذه الاحتياجات متراجعة. نعم، وصلت الفكرة، ابقى معي، سأعود بعجالة لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عباس. ما الذي ستفعلونه كمعارضة في الخطوة القادمة؟ هل هو الاستمرار فقط بهذه المظاهرات التي يبدو أن النظام الحاكم يعترف بمطالبها لكن في ذات الوقت لا يتخذ ضدها أي إجراءات مباشرة؟ الخطوة القادمة هي مواصلة الثورة في الشارع السوداني. أنا أعتقد بأننا الآن على مقربة، فقط نحن ننتظر مراسم تشييع النظام، وليحدث هذا سيحدث من الشارع السوداني وسيفعله الشعب السوداني. فقط ننتظر تحرير شهادة الوفاة، وتحرير شهادة وفاة النظام يعني يجب أن يقوم بها الجيش السوداني الذي يجب أن ينضم إلى أن ينحاز، أن يعلن انحازه إلى الشارع، وهذا هو ما يؤخر إعلان سقوط النظام. شكرا جزيلا لك ضيفي هنا في الاستوديو عباس حسن أحمد، أمين أمانة الإعلام بالجبهة الوطنية العريضة وعضو تجمع المهنيين السودانيين. والشكر أيضا موصول لضيفي عبر الهاتف من الخرطوم عبد داود وزير الصناعة السابق والقيادي في حزب المؤتمر. يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في مشاورات السويد الشهر الماضي. والتقى جريفيث اليوم في العاصمة صنعاء بمسؤولين حوثيين وبحث معهم تنفيذ اتفاق ستوكهولم والتحضير لجولة جديدة من المشاورات. وقال أحد المسؤولين الحوثيين بعيد لقاء جريفيث إن الجولة الجديدة من المشاورات قد تعقد في الأردن دون أن يحدد مزيدا من التفاصيل. ومن المنتظر أن يصل جريفيث إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء وفد الحكومة اليمنية. سلسلة لقاءات تشاورية عقدها المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث منذ وصوله صنعاء السبت. جريفيث التقى وفد الحوثيين المشارك في مفاوضات السويد ورئيس اللجنة الثورية التابعة للجماعة محمد علي الحوثي وزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. اللقاءات تركزت مرة أخرى حول ملف الحديدة وإعادة الانتشار في الميناء وحول تعزيز وقف إطلاق النار الذي يشهد مزيدا من الخروقات منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 من الشهر المنصرم. وفد الداخل اليمني اشترط خلال اللقاء مع المبعوث الدولي ضرورة الموافقة على الإطار العام للمفاوضات قبل انعقاد الجولة القادمة من المشاورات، أي الموافقة على كل تفاصيل جوانب المفاوضات فيما يخص بقية الملفات الأمنية والسياسية.
مهمة جريفيث تبدو استثنائية، وهو يحاول الدفع بملف الحديدة قدما في ظل تعثر تطبيق التفاهمات المتفق عليها على الأرض، وكذا بروز خلافات كبيرة حول ملف الأسرى والمعتقلين. مراقبون يعتبرون أن جهود المبعوث الدولي قد تخفق في لم شمل أطراف الصراع ثانية في حال عدم إحراز تقدم في ملفي الحديدة والأسرى. إذا كان في الأصل لم يتم تحقيق أي تقدم في الملفات السابقة، ملف الحديدة وملف تعز وملف الأسرى، فإن الانتقال إلى مفاوضات جديدة ومناقشة قضايا أكثر أهمية أعتقد بأنها ستبوء بالفشل ولن تحقق أي نجاح. وفي هذا الاتجاه يكثف المبعوث الأممي جهوده لإنجاح مهمة إعادة الانتشار في مدينة وميناء الحديدة، خاصة مع حالة التعثر التي رافقت مساعي كبير مراقبي وقف إطلاق النار الجنرال باتريك كاميرت ودخول الأطراف اليمنية في لغط تفسير بنود الاتفاق المتعلقة بموضوع السيطرة على الحديدة ومينائها وادعاء كل طرف أحقيته بتلك السيطرة. خلاصة مشاورته في صنعاء سينقلها جريفيث إلى طرف الحكومة اليمنية في الرياض المقرر أن يصلها الاثنين. خليل القاهري، التلفزيون العربي، صنعاء. وينضم إلينا من اسطنبول عبد الباقي شمسان، الكاتب والأكاديمي اليمني. أهلا بك سيد عبد الباقي. هوية القوات اليمنية المشتركة التي ستسند إليها مهمة حفظ الأمن في الحديدة، يعني يبدو التفصيل الأكثر إشكالية بعد مشاورات السويد. هل سيتمكن جريفيث من تحقيق اختراق في هذا الصدد؟ هل ستكون قوات أممية، قوات مشتركة، قوات حكومية يمنية أم ماذا؟ لا أعتقد أن المسألة بهذه البساطة أو أنها سيتم وضع الجماعات في مسار التسوية أو حتى الاتفاق على هذا الحل الجزئي للمسألة اليمنية، لأن هناك تصعيد حوثي وسوف يرتفع هذا التصعيد وستكون المعارك طويلة، لأن هناك خلل بين الطرفين. السلطة الشرعية موافقة على هذا الحل الجزئي على أساس أنها ستقوم بعمليات عسكرية في جغرافية ثانية، والحوثيين لا يريدون حلا جزئيا، يريدون إطار عام، والإطار العام بمعنى أن نتفق على حل شامل، والحل الشامل يقوم على أن شرعية السلطة لم تعد قائمة، وبالتالي علينا الانتقال إلى الأمر الواقع باعتبارهم طرف رئيسي في المعادلة السياسية والتفاوضية، وأيضا هناك أطراف أخرى إلى جانب السلطة الشرعية وتشكيل حكومة وحدة وطنية إلى آخره. بالتالي هنا أعتقد سترتفع الوتيرة، وحتى في حال أن المجتمع الدولي تدخل وضغط بشكل عالي قد يتوصلوا إلى حلول وسطى مشتركة، يمكن ذلك أن يتحقق تحت الضغط والتهديد، ولكن سيظل هناك عملية عسكرية مستمرة، ستظل هناك يعني اختراق الهدن، سيظل هناك عمليات في جغرافية مختلفة، لأن المسألة لا تتعلق أنه يعني بتسوية توصل الطرفان إلى توافق حول مسألة ما، ليس هنالك. ما المنتظر إذن من جريفيث في زيارته، في جولته بين صنعاء والرياض؟ يعني هل مشاورات السويد يعني ولدت ميتة برأيك، أم أن هنالك أمل ربما بتحقيق خطوات قد تكون يعني بمسافات قصيرة سياسيا إن صح التعبير قبل الانتقال لمسألة لتسوية أكبر كما قلت؟ أعتقد أن يعني هناك عملية ضغط تمت في السويد، الضغط ناتج عن لدى الثلاثة الأطراف من التفاوضية. الحوثيين كانوا بحاجة إلى الاعتراف بهم كطرف وحيد بعد تصفية صالح، وبالتالي وتقديم ذاتهم وتسويق ذاتهم كجماعة لديها مشروع سلام، وحققوا ذلك بامتياز. الدول التحالف العربي كانت مع السلطة الشرعية كانت تريد تخفيف الضغط الدولي عليها، نظرا لأنها أمام الرقابة الدولية من الانتهاكات ومن حادثة اسطنبول وكثير من السياسات المتبعة من السعودية والإمارات. جريفيتش كان وراه بريطانيا بكل ثقلها، لأنه حتى السويد
لم يتمكن أن يجمع الأطراف، بالتالي حاولوا أن يقدموا له دفعة قوية لوضعه في المساق وحقق النجاح. إذا كان الأطراف الثلاثة غير جاهزين للتسوية، ولكن كانوا تحت ضغط دولي وتحت أيضا يعني دعم لنجاح هذا المبعوث الأمم المتحدة. أعتقد حتى فريق وقف إطلاق النار ما زال يحتاج إلى وقت، لأن هناك ثقافة في إدارة العمل السياسي والتفاوضي يعني يفتقر إليها المبعوث يعني الجنرال المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار، لأن هناك ثقافة مختلفة. تم تلاحظ الحوثيين انسحبوا ووضعوا جماعة حوثية أخرى تلبس الزي الرسمي، وانسحب الزي الشعبي وعادت انتشار داخل المدن. نحن أمام استراتيجيات لابد أن يفهم كيف يفكر الأطراف ومن ثم يستطيع أن يضبط. لذلك نحن بحاجة لبعض الوقت لحتى إيجاد حل إنساني. نعم. ولكن الحوثيين لن يخضعوا لحل إنساني في الحديدة أو تقديم جهود، لأنهم يريدوا حل شامل. شكرا جزيلا لك، وصلت الفكرة. الكاتب والأكاديمي اليمني عبد الباقي شمسان، كنت معنا من إسطنبول. أصدر مكتب النائب العام الليبي مذكرة اعتقال في حق العشرات، أبرزهم عبد الحكيم بالحاج رئيس حزب الوطن، وشعبان هدية رئيس غرفة ثوار ليبيا، وإبراهيم جذرات الرئيس السابق بحرس المنشآت النفطية. ويتهم النائب العام هؤلاء بالمسؤولية عن هجمات استهدفت مؤسسات أمنية ومنشآت نفطية. ويأتي إصدار أوامر الاعتقال قبيل عقد مؤتمر وطني تشرف عليه الأمم المتحدة ويجمع كل الأطراف السياسية المتحاربة في ليبيا. حرب النفط ما زالت مشتعلة التي كانت تقاتل هناك. النائب العام الليبي يطلب توقيف 37 شخصا، 6 منهم ليبيون والبقية تشاديون وسودانيون. الوقت الحالي قاعدين متواجدين في منطقة في لائحة المطلوبين يبرز إبراهيم الجذران القائد السابق لحرس المنشآت النفطية. انتهاء التجهيز لقوات حرس المنشآت النفطية. روبن هود برقة، هكذا يعرف محليا. الرجل ليس مغمورا، شهرته تخطت الحدود واسمه أصبح متداولا في واشنطن ونيويورك. عقوبات أمريكية وأخرى من مجلس الأمن الدولي على دوره في إشعال حرب الهلال النفطي. عبد الحكيم بالحاج اسم آخر مطلوب في مذكرة النائب العام. الرجل معروف، قاتل القذافي وأصبح رقما صعبا في صناعة المشهدين السياسي والأمني، لكنه اليوم مطلوب للقضاء للاشتباه في علاقته بالهجوم على قاعدة تمنهنت في الجنوب الليبي، حيث قتل 140 شخصا قبل عام. نحن ما سنقوم به هو احترام القضاء والتوجه إليه عبر مكتب المحاماة الخاص بنا من أجل الوصول والوقوف على حقيقة ما ذكر، وعندها سوف تثبت براءتنا من كل ما ذكر من هذه التهم. شعبان هدية يرأس غرفة ثوار ليبيا، يعتبر بمثابة مسؤول رسمي في وزارة الدفاع، لكنه اليوم على لائحة المطلوبين. مذكرة التوقيف تشير إلى دوره في التحقيقات الجارية بخصوص الهجوم من مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية ومؤسسات حكومية وأمنية. استغربت جدا، يعني حتى أني حاولت أن أتواصل مع الجهات المعنية بهذا الأمر. حكومة الوفاق الليبية تحتفل، يشتد ساعدها في طرابلس بدفعة أمنية مع حلول العام الجديد. أما من حموا ظهرها بالأمس فقد أصبحوا في مرمى القضاء، ما يطرح تساؤلات كثيرة عن مشهد سياسي ليبي يخط الرصاص مستقبله، وعين الخارج لا تغفل عن وجهته. رفضت حركة طالبان الأفغانية حضور محادثات سلام مع الولايات المتحدة ينتظر إجراؤها في السعودية هذا الشهر. وقال مسؤولون في الحركة إنهم يريدون نقل مكان إجراء المباحثات إلى قطر، وذلك تلافيا لسعي الرياض إشراك الحكومة الأفغانية في الحوار. وتعد جولة المفاوضات المقبلة هي الرابعة ضمن سلسلة مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 17 عاما في أفغانستان.
ويشارك في هذه المفاوضات بين قادة طالبان والمبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زادة، وذلك لمناقشة انسحاب القوات الأجنبية ووقف محتمل لإطلاق النار هذا العام. طالبان ترفض لقاء الأمريكيين في الرياض وتطالب بنقل المحادثات إلى الدوحة. مسؤولو الحركة يرفضون الرياض ويتهمون السعودية بالسعي لإشراك الحكومة الأفغانية في الحوار. بالنسبة لطالبان الجولة أصلا مخصصة لحوار بين مسؤوليها والمبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زادة. الحوار الأمريكي مع طالبان يستهدف إنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ 17 عاما ومناقشة انسحاب القوات الأجنبية ووقفا محتملا لإطلاق النار خلال العام الحالي. الحركة سبق وأن رفضت دعوة من الحكومة الأفغانية لإجراء محادثات مباشرة، والضغوط الدولية المتزايدة لإشراك الحكومة المدعومة من الغرب في المحادثات لم تفلح حتى الآن. جولة المحادثات التي ترفضها طالبان هي الرابعة ضمن سلسلة لقاءات كان آخرها في أبوظبي الشهر الماضي، ولم يتبلور خلالها أفق للحل السياسي. يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطلب من الكونغرس الموافقة على طلبه بتخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، ووصف ترامب الوضع على الحدود بأنه حالة طارئة وطنية، قائلا إنه قد يدرس طرقا لبناء الجدار دون الحصول على موافقة الكونغرس. وأدى الخلاف بين ترامب والكونغرس حول تمويل بناء الجدار الحدودي إلى إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية منذ 22 من كانون الأول ديسمبر الماضي. إغلاق الحكومة يستمر والمناقشات بين الحزبين تراوح مكانها. إغلاق الحكومة يبقى حتى الآن مادة للتجاذب السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فالجميع يحاول أن يظهر قوته للحصول على تنازل من الآخر، كما يحمل كل من الحزبين خصمه مسؤولية الإغلاق. عقبة الجدار تستعصي على التخطي إلى حين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل الإصرار عبر تويتر. ترامب يقول يمكن للديمقراطيين حل مشكلة إيقاف الحكومة في فترة زمنية قصيرة للغاية، كل ما يتوجب عليهم فعله هو الموافقة على أمن الحدود الحقيقي بما في ذلك الجدار، وهو شيء يريده الجميع بخلاف تجار المخدرات والمتاجرين بالبشر والمجرمين، هذا من السهل جدا القيام به. الرئيس يصر على مشروعه لبناء جدار وهو مستعد لبقاء الإدارات الفيدرالية مغلقة طيلة عام أو أكثر، فبالنسبة له الجدار مسألة أمن قومي. ترامب يعلن أن المحادثات لم تحرز تقدما كبيرا لكنها ستستمر. نائب الرئيس مايك بينس التقى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي في مسعى لحلحلة الأمر. إذن يبقى الحال على ما هو عليه، إقلاق مستمر للحكومة الفيدرالية ومناقشات تصطدم بجدار ترامب. أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن التصويت بشأن اتفاق بريكزيت سيجري في موعده يومي 14 أو 15 من الشهر الحالي. وأضافت ماي أن إجراء استفتاء ثان إذا ما تعذرت مصادقة نواب مجلس العموم على الاتفاق لن يكون قبل 29 من مارس آذار تاريخ الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي. وكانت صحيفة ساندي تيليغراف قد أشارت في مقال لها إلى أن ماي تسعى إلى تأجيل التصويت النهائي في البرلمان. وقالت الصحيفة إن مساعدي ماي يضعون خطة لجعل موافقة البرلمان أو أعضاء البرلمان مشروطة بتقديم الاتحاد الأوروبي لمزيد من التنازلات والضمانات بشأن البنود المختلف عليها وخاصة الحدود الإيرلندية.
نحو 10 أيام تفصل المملكة المتحدة عن مصيرها المجهول، إما طلاق بائن من الاتحاد الأوروبي أو خروج دون اتفاق أو بقاء تحت العباءة الأوروبية إذا رفض البرلمان صفقة تيريزا ماي للخروج. خيارات عدة تؤرق المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين، لكن بروكسل تصر بأن الاتفاق الحالي هو أفضل ما يمكن التوصل إليه. أما الطرف البريطاني في المفاوضات حكومة ضعيفة للغاية وفي حالة أزمة، فحزب المحافظين الحاكم منقسم على ذاته ويرفض أي سياسة تنظيم للحدود بين إيرلندا وجارتها الشمالية، بما من شأنه إخضاع بريطانيا للاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى. كما أن ماي لم تكسب حتى اللحظة ضمانات بتأييد النواب المشككين بخطتها. إذا لم يتم التصويت على هذا الاتفاق في المرة المقبلة، فإننا سنكون بالفعل في منطقة مجهولة. لا أعتقد أن هناك أي شخص بوسعه تأكيد ما قد يحدث فيما يتعلق برد الفعل الذي سنراه في البرلمان. ماي التي حذرت نوابها من مغبة رفض الاتفاق تعهدت بأن يكون للبرلمان دور أكبر في باقي مراحل عملية الانسحاب، ولكن حزب العمال المعارض يعول على خسارة ماي للتصويت في البرلمان، وزعيمه جيرمي كوربن أكد مرارا بأنه يعد العدة لانتخابات عامة مبكرة، وأن الاقتراع على ثقة الحكومة هو مسألة وقت فحسب. ووسط حالة عدم اليقين بشأن خطوات بريطانيا المقبلة بدءا من الخروج من الاتحاد دون اتفاق وانتهاءا بعدم الخروج من الأساس، أفاد استطلاع رأي بأن مزيدا من البريطانيين يريدون بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي واتخاذ قرار نهائي عبر إجراء استفتاء ثان، خيار جددت ماي رفضها القاطع له وأشارت إلى استحالة عقده من الناحية العملية قبل 29 من مارس أذار المقبل. وللقاء مزيدا من الضوء على هذا الملف تنضم إلينا في الاستوديو لينا الخطيب، خبيرة العلاقات الدولية في تشاتام هاوس. أهلا بك لينا. إلى الساعة الأخيرة، الكثير من السيناريوهات اليوم على الطاولة البريطانية في ظل حالة الاستعصاء السياسي التي تواجهها البلاد. سيناريو الانتخابات المبكرة، سيناريو إعادة الاستفتاء لا سيما في ظل استطلاعات الرأي الأخيرة، أي سيناريو اليوم تتجه إليه بريطانيا؟ ولو أني أعلم أن السؤال كبير جدا خاصة على التوقعات الحالية. يعني طبعا الوضع في بريطانيا معقد جدا وغامض جدا لدرجة أن التوقعات يعني لا تعني شيئا بصراحة، ولكن نستطيع أن نتكلم عن السيناريوهات المحتملة. السيناريو الأرجح هو أن مجلس النواب البريطاني سوف يرفض الاتفاقية التي تقدمها تيريزا ماي. فهنا طبعا هناك العديد من السيناريوهات، أحدها هو أن يكون هناك انتخابات مبكرة، ولكن هذا لا يعني بأننا سنحقق تقدما من ناحية تحدي الغموض، لأن الحزب العمال وهو الحزب المعارض هو أيضا مع الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنقسم ذاتيا. والسيناريو الآخر هو الخروج بدون اتفاقية، وهذا سيكون له تداعيات اقتصادية جدا سلبية للبلاد. لكن دعيني أقاطعك، هناك أيضا سيناريو ثالث يتم تداوله على نطاق أوسع، خاصة بعد تأجيل الاستفتاء الذي كان مقررا الشهر الماضي، وهو احتمال إجراء استفتاء ثاني. ربما الشيطان يكمن في التفاصيل، هل سيكون السؤال بالموافقة على خطة تشيكرز التي تقدمها تيريزا ماي أو رفضها، أو حتى يعني إعادة الزمن إلى الوراء وإمكانية البقاء في الاتحاد الأوروبي؟ هل هذا السيناريو ما يزال واردا اليوم؟ السيناريو هذا يصبح محتملا أكثر فأكثر يوما بعد يوم. صحيح أن تيريزا ماي تقول بأنه مستحيل أن يكون هناك استفتاء ثاني، ولكن الواقع هو أن الاتحاد الأوروبي قال لبريطانيا بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لتمديد المهلة للخروج من أجل إعطاء وقت لإجراء استفتاء ثان. فهنا يعني الخيار هو خيار البرلمان، لأن لكي يجري استفتاء يجب أن يقرر البرلمان والحكومة على هذا، وحتى الآن لا يوجد قرار بإجراء استفتاء ثان، ولكن عدد من النواب
أكثر فأكثر كل يوم يقولون بأننا يجب أن نقوم بهذه الخطوة كخطوة إنقاذية، لأن إن لم تقم بريطانيا بهذه الخطوة فالتداعيات الاقتصادية ستكون فعلا كارثية. يبدو أننا يعني سنواجه هذه التداعيات الاقتصادية سواء باتفاق أو بدون اتفاق، لننتظر ونرى الأيام القليلة القادمة. لينا الخطيب الخبيرة بالعلاقات الدولية في تشاتام هاوس، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى نهاية الساعة الأخيرة، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.